السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في المحاضرة رقم 11 من سلسلة محاضرات كورس رياضيات الحاسب الخاصة أو المتعلقة بطلبة قسم الحاسوب. رح ناخد محاضرة اليوم إن شاء الله القياس. يعرف القياس على أنه علاقة تربط بين العبارات المجموعة من العبارات المنطقية، مجموعة من العبارات المنطقية أكثر من عبارة، تسمى العبارات المنطقية مقدمات أو المجال، وتربط من اللي هي النتيجة. إذا القياس هو علاقة يربط ما بين مجموعة من العبارات المنطقية تسمى بالمقدمات، ويربط بينهم أداة القياس ومين والنتيجة اللي عندي. إذا هدول اللي عندي هدول كلهم اسمهم مقدمات، هذه بنسميها مقدمة واحد، هذه بنسميها مقدمة اثنين، هذه المقدمة عددها N، هذه بنسميها نتيجة، وهي هذه أداة القياس بالشكل هذا. إذا القياس هو علاقة بتربط ما بين مجموعة من المقدمات ونتيجة واحدة، يعني ممكن تكون أكثر من مقدمة لكن النتيجة بتكون عندي واحدة. هنا ممكن تكون مقدمة واحدة تؤدي إلى نتيجة واحدة، أو مقدمتين يؤدي إلى نتيجة. ممكن المقدمة تكون عبارة عن عبارة منطقية بسيطة، أو المقدمة نفسها تكون عبارة يعني هي نفسها عبارة منطقية مركبة، يعني مثلا بي أند كيو، بي أور كيو، بي منفية أو كيو منفية. رح ناخد واحدة ونشوف متى القياس بيكون منطقي ومتى القياس بيكون غير منطقي. إذا القياس هذا اللي هو العلاقة بين أكثر من عبارات منطقية وبين نتيجة ممكن يكون منطقي أو غير منطقي. راح نشوف متى القياس بيكون منطقي وغير منطقي، وراح نشوف كيف بأوجدهم باستخدام جدول الصواب. طبعا عشان القياس يكون منطقي لازم يكون كل الحالات اللي فيها المقدمات صحيحة تكون النتيجة صحيحة. هنشوفهم كمان شوية كيف بالجدول. طبعا كيف بدي اعرف انه هذه مقدمة وهذه مقدمة وهذه مقدمة؟ الحاجة اللي بتفصل بين مقدمة والتانية هي الفواصل. اذا بعرف انه هذه مقدمة، الاشي اللي بعد الفاصلة مقدمة تانية، في فاصلة اذا بعديها مقدمة تالتة. هنا بالمثال اللي عندي او بالسؤال اللي عندي، هاي بي فاصلة، اذا كان بي فان كيو، بعدين اداة القياس، بعدين كيو، فبتكون هذه مقدمة رقم واحد، وهذه كلها مقدمة رقم اثنين. هاي هذه كلها مقدمة رقم واحد فاصلة، هيها إذا كان بي فإن كيو، هذه مقدمة رقم اثنين. بعد هيك أداة القياس عندي هيها بالشكل هذا، الكيو هي بتكون مين؟ النتيجة. بروح بعملهم بالجدول، بعملهم بجدول الصواب كالتالي. كم عبارة عندي هيها بي؟ هل في عندي كيو؟ في عندي نفي بي او كيو؟ لا، بروح بشوف ايش في عندي غيرهم. اول اشي بدي اذا كان عندي عبارتين بسيطتين كده، الحالات اللي حتكون فيها كالتالي. اخذنا قبل شوية في المحاضرة السابقة انه لحظة بس، اخذنا في المحاضرات السابقة لو كان عندي عبارتين كيف بدي اوزع الحالات. اذا هما تنتين حيكونوا عندي هنا اربع حالات، شرحناها بالتفصيل في المحاضرة السابقة اللي هي كانت محاضرة رقم 10 اللي كانت بتحكي عن العبارة الشرطية الثنائية. حيكون عندي هنا تنتين صحيحة، تنتين خاطئة، بعدين واحدة صحيحة واحدة خاطئة، واحدة صحيحة وواحدة خاطئة. نيجي بعد هيك بدي اشوف، خلصت انا العبارات الاساسية كتبتها، المقدمة الاولى هيها، هيها عندي هنا بكتب عليها هذه مقدمة اولى، هيها مقدمة واحد. المقدمة الثانية هي عبارة عن ايش؟ اذا كان بي فان كيو، بروح باوجدها هيا، اذا كان بي فان كيو، هذه اداة الشرط الاحادية. اذا كانت صحيحة، الصح يؤدي الى الصح، هذا شيء صحيح. هذه مين؟ اذا حدا يعني ما حضرش معانا المحاضرة اداة الشرط الاحادية يراجعها. اذا كانت صحيحة، الصح يؤدي الى الصح، صحيحة. الصح يؤدي إلى الخطأ، هذه خاطئة. الخطأ يؤدي إلى الصح، صحيحة. الخطأ يؤدي إلى الخطأ، صحيحة.
هيك انا بكون هنا جبت مين؟ هاي المقدمة الثانية. طيب هاي المقدمة الاولى جبتها خلصت، والمقدمة الثانية جبتها. طبعا اداة القياس بروحش باوجدها هنا، لا، اداة القياس هذه معناها كيف، متى القياس بكون منطقي؟ اذا كانت كل المقدمات صحيحة، في الحالات اللي بتكون المقدمتين مع بعض صحيحة والنتيجة فيهم صحيحة بتكون القياس منطقي. طيب هل الكيو هذه موجودة في خانة هنا لوحدها اللي هي النتيجة؟ هيها موجودة هنا، فما فيش داعي اكتبها هنا. لكن لو كانت مثلا اذا كان بي فان كيو منفية لازم اروح اجيب لها خانة هنا. لكن هي النتيجة هنا عبارة عن ايش؟ عن عبارة بسيطة هيها موجودة هنا. هيها الكيو هي عبارة عن مين؟ النتيجة. نركز هنا كيف بدي اشوف القياس منطقي ولا لا. بأروح على المقدمات مع بعض، بمشي هاي المقدمة الأولى والثانية. متى المقدمتين بكونوا صحيحة مع بعض؟ هاي المقدمة الأولى صحيحة والثانية صحيحة، هاي بعلمهم كده. الأولى صحيحة المقدمة، والمقدمة الثانية صحيحة. هل النتيجة في الحالة هذه صحيحة؟ إذا لحتى الآن بقول عنه منطقي. المقدمة الأولى صحيحة، لكن المقدمة الثانية خاطئة بسيبها. بس باخد الحالات اللي بيكونوا المقدمتين صحيحتين. المقدمة الأولى خاطئة، المقدمة الثانية صحيحة، بأتركها. المقدمة الأولى خاطئة، المقدمة الثانية صحيحة، بأتركها. إذا فيش إلا حالة واحدة عندي بس. هاي المقدمتين صحيحتين والنتيجة في الحالة هذه صحيحة، إذا القياس كله منطقي. طبعا في الأسئلة ممكن تكون أكثر من مرة، يعني ممكن هنا لو في عندي، لو كانت مثلا هذه صحيحة كده بالشكل هذا، نطلع لو كان عندي المثال وكان بالشكل هذا، لقيت هاي هنا المقدمة الأولى صحيحة ولقيت المقدمة الثانية صحيحة، هل النتيجة صحيحة؟ لا، خاطئة، إذا غير منطقي. لو لقيت واحدة في السؤال غير منطقي خلاص كله بكون القياس غير منطقي. هيك بقى اشوف انه القياس منطقي او لا. لكن في السؤال هذا عندي حالة واحدة بس، وفي الحالة الواحدة هذه منطقي، اذا القياس منطقي. لكن لو لقيت حالة واحدة القياس فيها غير منطقي السؤال كله بصير غير منطقي. ناخد كمان سؤال فيه عليهم. ما عندي في السؤال اذا كان بي فان كيو فاصلة بي منفية قياس كيو منفية. طبعا هذا سؤال قياس واضح من اداة القياس. عندي المقدمة الأولى هايها، هذه كلها مقدمة واحد، بي منفية مقدمة اثنين. كيف عرفت انها مقدمة اثنين؟ لأنه في بينهم فاصلة. قياس كيو منفية بتكون نتيجة. هل القياس منطقي؟ على طول باستخدام مين؟ جدول الصواب. بحط مين العبارات الأساسية؟ العبارات الأساسية طبعا بي وكيو. هاي بي، هاي كيو. توزيع الحالات حيكون عندي عددهم أربعة. للي ما حضرش المحاضرة بنعيد مرة تانية، موجودة بالمحاضرة السابقة بالتفصيل اللي هي محاضرة رقم 10، وموجودة بالبداية الكورس برضو بالتفصيل. تنتين صحيحة هيكون عندي وتنتين خاطئة. تنتين صحيحة هنا العبارة التانية، واحدة صحيحة واحدة خاطئة، واحدة صحيحة وواحدة خاطئة. بعد هيك، بعد ما حطيت الأساسيات عندي هنا اللي هي العبارة البسيطة الأولى والتانية، بروح أشوف المقدمات وبأوجدها. المقدمة الأولى هي أداة شرط لمين؟ أحادية. لكن قبل ما أشوف أداة الشرط الأحادية، إذا في عبارات نفي عندي بأوجدها. يعني في عندي هنا بي منفية وفي عندي كيو منفية، بغض النظر إذا كانوا نتيجة أو مقدمات بأوجدهم، لأنه بعد هيك لما بدي أشوف يعني أبحث النتائج المقدمات مع بعض وحيعطيني نتيجة صحيحة أو خاطئة، بكون معلم عليهم بالدوائر الحمراء، دائما علموا عليهم وشوفوا هل النتيجة فيها صحيحة أو خاطئة. نيجي هنا بي منفية، يعني أنفي هدول، حيعطيني خاطئة خاطئة، صحيحة صحيحة، نفي الكيو، نفي الخطأ صح، أيوة نفي الخطأ صح، صحيحة خاطئة صحيحة. طيب بعد ما جبت الأساسيات اللي هي بي وكيو ونفيهم لأنه موجود، بروح أشوف مين ضايل عندي في المقدمات أو في النتيجة مش موجودة الخانة إلها وبأوجدها.
عندي هنا إذا كان بي فإن كيو، لازم أوجدها. إذا كان بي فإن كيو، هذه عبارة الشرط اللي هي أداة الشرط الأحادية. هيا، الصح يؤدي إلى الصح، صحيحة. الصح يؤدي إلى الخطأ، خاطئة. الخطأ يؤدي إلى الصح، صحيحة. الخطأ يؤدي إلى الخطأ، صحيحة. خلصت، صارت عندي هاي المقدمة الأولى، هيها موجودة هنا، هيها مقدمة واحد، بعلم عليها بكتبها كده عشان ما انساهاش او ما اتوهش معاهم هنا في الخانات اللي عندي، لانه في اسئلة تانية ممكن تكون اكتر من خانة، فبحاول دائما لو كان عندي مثلا اكتر من خانة بتكون هنا اكتر من عبارة، كان بي وكيو والار او الاس، فيفضل عشان يسهل الطالب على نفسه يحدد المقدمة الاولى الخانة بتاعتها، ويحدد المقدمة التانية. هيها بي منفية، هيا مقدمة اتنين، هاي المقدمة الأولى والتانية. النتيجة كيو منفية، هيها نتيجة. نيجي نبحث حالة حالة، هاي المقدمة احنا حكينا هادي وهادي عشان ما نتوهش فيهم. هاي المقدمة الأولى خاطئة أو صحيحة؟ ما ينفعش، لازم المقدمتين عشان أشوف القياس منطقي. بأشوف بس فقط يعني الحالات اللي فيها القياس المقدمتين صحيحتين، او لو كان عندي ثلاث مقدمات كل المقدمات تكون صحيحة، بأبحث عن النتيجة. هل المقدمتين صح؟ لا. هل المقدمتين صح؟ لا. هل المقدمتين صح؟ اه. هاي المقدمة الاولى صحيحة والمقدمة الثانية صحيحة، هل النتيجة صحيحة؟ لا. اذا هنا ايش؟ لا، اذا هذا غير منطقي، وانا مغمض بدون ما ابحث باقي الحالات، خلاص القياس كله غير منطقي. لو عندي واحدة فقط في السؤال طلعت لي غير منطقي، القياس كله غير منطقي. نشوف مثلا لو طلعت معايا هنا منطقي، نكمل الحالات. هاي المقدمة برضو منطقي، الاولى صحيحة والمقدمة الثانية صحيحة والنتيجة اعطتني صحيحة، لكن في واحدة خاطئة غير منطقية، إذا خلاص القياس كله عندي غير منطقي. إذا دائما عشان أشوف القياس منطقي أو غير منطقي، بأبحث في المقدمات. الحالات اللي بتكون فيها المقدمات مع بعض صحيحة، بأبحث عن النتيجة. لو النتيجة صح بكون منطقي. الحالات اللي بتكون فيها المقدمات صحيحة مع بعض، بأبحث عن النتيجة. هل النتيجة صح؟ لا، إذا القياس غير منطقي، بس مش أكتر. ناخد آخر سؤال على القياس. عندي السؤال، هل القياس منطقي أو لا؟ نشوف السؤال. إذا كان بي فإن كيو منفية فاصلة، يعني تعتبر هذه مقدمة أولى. إذا كان آر فإن كيو، تعتبر مقدمة ثانية فاصلة، يعني لسه في مقدمة. آر بتكون هذه مقدمة ثالثة، لانه حكينا اللي بيفصل ما بين المقدمات اللي هو فواصل، طالما في فاصلة اذا بعد الفاصلة في مقدمة. بعدين اداة القياس بي منفية، هذه بتكون نتيجة. طالب عندي اشوف هل القياس منطقي او لا، اول خطوة طبعا بدي اروح احط العبارات الاساسية اللي عندي. كم عبارة عندي؟ بي وفي كيو، طبعا بغض النظر عن كيو منفية، اذا في لها اساس اللي هي كيو، وفي عندي ار ما فيش غيرهم، هيها كيو ار تكررت، بي منفية اصلها بي، هي عندي بي، عندي كيو، وعندي الار. هاي حكينا دائما بعد ما احط العبارات الاساسية، لو في لكل واحدة نفي بحطه على طول. في بي منفية تلزمني، هيها في كيو منفية تلزمني بحطها. هل في ار منفية؟ لا، ما بكتبها. نروح نشوف مين بعد هيك. المقدمة الأولى هيها، إذا كان بي فإن كيو منفية، مقدمة أولى. مقدمة ثانية، إذا كان آر فإن كيو، هيها موجودة. المقدمة الثالثة آر، هيها موجودة، ما بكتبهاش. النتيجة بي منفية، هيها مكتوبة، ما بكتبهاش. إذا هاي اللي عندي لازم أعبيه في جدول الصواب. حكينا لو كان عندي عدد العبارات الأساسية ثلاثة، يعني هاي عندي عبارة وهي تنتين وهي ثلاث عبارات. في بداية المحاضرة السابقة حكينا كيف بأجيب عدد الحالات. اثنين أس عدد العبارات، واحد اثنين ثلاثة، اثنين أس ثلاثة بيساوي ثمانية، نص الثمانية أربعة. إذا العبارة الأولى حتاخد أربعة صحيحة وأربعة خاطئة.
العبارة التانية شو نص الأربعة؟ اتنين. العبارة التانية هتاخد تنتين صحيحة وتنتين خاطئة، تنتين صحيحة وتنتين خاطئة. نيجي للعبارة التالتة، شو نص التنين؟ واحد. العبارة التالتة هتاخد واحدة صحيحة وواحدة خاطئة، واحدة صحيحة وواحدة خاطئة، واحدة صحيحة وواحدة خاطئة. عفوا، هاي الخانة التالتة. العبارة التالتة هيها واحدة صحيحة واحدة خاطئة، واحدة صحيحة وواحدة خاطئة، واحدة صحيحة واحدة خاطئة، واحدة صحيحة وواحدة خاطئة. نيجي نفي البي، البي عندي أربعة صح أربعة خطأ، نفيها أربعة خطأ هيك وأنا مغمض على طول وأربعة صح. نفي الكيو، الكيو عندي تنتين صح تنتين غلط، نفيها تنتين خطأ تنتين صح، تنتين خطأ تنتين صح. بعد هيك نيجي هنا، هذه أداة شرط أحادية، إذا كان بي فإن كيو منفية، وينها؟ هيا إذا كان بي فإن كيو منفية، هيا بين الخانة اللي هنا والخانة اللي هنا هعمل إذا كان فإن. الصح يؤدي إلى الخطأ، طبعا أداة الشرط الأحادية متى بتكون صحيحة؟ إذا الصح يؤدي إلى الصح. إذا كان عندي الصح يؤدي إلى الخطأ هتكون خاطئة، لو كانت عندي الخطأ يؤدي إلى الصح بتكون العبارة صحيحة، لو كانت الخطأ يؤدي إلى الخطأ بتكون صحيحة. الصح يؤدي إلى الخطأ خاطئة، الصح يؤدي إلى الخطأ خاطئة، الصح يؤدي إلى الصح صحيحة، صح يؤدي إلى الصح صحيحة، خطأ يؤدي إلى الخطأ صحيحة، الخطأ يؤدي إلى الخطأ صحيحة، الخطأ يؤدي إلى الصح صحيحة، الخطأ يؤدي إلى الصح صحيحة. نيجي لمين؟ للعبارة الأخيرة اللي هي تعتبر مقدمة رقم اثنين، الآر إذا كان الآر فإن كيو، هذه أداة شرط أحادية متى بتكون صحيحة؟ نشوف وين الآر؟ هاي الآر كده هي هتروح لكيو، مش أعمل كيو تروح للآر، هاي كده كله هيصير بالشكل هذا، أعمله كده هاي. الصح يؤدي إلى الصح صحيحة، الخطأ يؤدي إلى الصح صحيحة، الصح يؤدي إلى الخطأ خاطئة، الخطأ يؤدي إلى الخطأ صحيحة، الصح يؤدي إلى الصح صحيحة، الخطأ يؤدي إلى الصح. وين وصلنا؟ تنتين أربعة ستة آخر تنتين. حكينا الصح يؤدي إلى الخطأ خاطئة، الخطأ يؤدي إلى الخطأ صحيحة. هيك بنكون خلصنا أوجدنا كل المقدمات والنتيجة. نعلم عليهم، وين المقدمة الأولى؟ هايها، هذه بنسميها مقدمة واحد، إذا كان R فإن Q، هايها مقدمة اثنين. في عندي مقدمة ثالثة اسمها الـ R، هايها مقدمة ثلاثة. لحظة بس أشوف هون، هاي حكينا نعيد تاني، هاي المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، وهي المقدمة الثالثة. أحددهم، وفي عندي النتيجة اللي هي بي منفية، هي نتيجة. هاي مقدمة واحد، هاي المقدمات عندي، أعلم عليها. وهي النتيجة، وين النتيجة؟ بي منفية، هاي. بس امسح الاسهم هدول عشان ما نتخربطش فيهم. طيب بدنا نعمل الحين كالتالي، وين المقدمات التلاتة مع بعض؟ حيتم فحصهم لما يكونوا المقدمات التلاتة صحيحة، بدي اشوف هل النتيجة صحيحة او خاطئة عشان اشوف القياس منطق ولا لا. هل التلات مقدمات صحيحة؟ لا. هل التلات مقدمات صحيحة؟ لا. هل التلات مقدمات صحيحة؟ لا. هل التلات مقدمات صحيحة هنا؟ لا. هنا هاي المقدمة صحيحة وهذه صحيحة والمقدمة هذه صحيحة، هاي هاي الثلاث مقدمات مع بعض صحيحة. هل النتيجة هايها عندهم صحيحة؟ اذا منطقي كده بكون منطقي، لحتى الان منطقي. اشوف تاني، هل المقدمة هذه صحيحة؟ صحيحة هذه خاطئة ما بنفعش. المقدمة هذه خاطئة، صحيحة صحيحة ما بنفعش.
المقدمة هذه صحيحة، صحيحة خاطئة ما بنفعش، خلاص. إذا لازم يكون عندي الثلاث مقدمات مع بعض صحيحة في سطر واحد، هيك الثلاث مقدمات صحيحة. لقيت واحدة على الأقل خاطئة، يعني هنا هي مقدمة صحيحة صحيحة لكن هذه خاطئة ما بفحصهاش. إذا عندي لقيت حالة واحدة اللي فيها الثلاث مقدمات صحيحة، أعطتني النتيجة تكون صحيحة عندهم كده، هاي النتيجة صحيحة، إذا منطقي. إذا القياس كله منطقي. إذا بهذا الشكل بعرف هذا القياس منطقي أو غير منطقي. إن شاء الله تكون وضحت محاضرة القياس، وإن شاء الله تكونوا استفدتم. المحاضرة الثانية إن شاء الله اللي هي هتكون رقم 12، هتكون كيف أكتب القياس باستخدام أداة الشرط الأحادية، كيف أثبت القياس منطقي أو غير منطقي باستخدام أداة الشرط الأحادية. يعني أحول القياس هذا كله، أشيل إشارة القياس وأحولها باستخدام أداة الشرط الأحادية، لكن حيكون في لها عدة شروط، ونسبتها باستخدام جدول الصواب. إن شاء الله أشوفكم في المحاضرة الثانية. سلام.